قدر الامكان ما اشتري شيء من برا، لانه بالبيت كواليتي بتحكي على نوعيه، مش تماما شاعتها. مش تجاري تماما. بس بالفعل تغيرت كثير، ما كنت هيك ابدا ابدا. اشكال تماما. بتشهي بتجوّر بتجوّر. انت ما بتحبي تعملي، ما بتحبي تطبخي؟ هلا اهلا وسهلا. هلا كيف حبيبي؟ شخبارك؟ الحمد لله، شرفتينا، زمان ناطرين هالزيارة. الله أكرم حبيبتي، أهلا وسهلا فيكي. وأخيرا شرفتينا. أخيرا تفضلي، أهلا وسهلا حسين، شرفتينا. أهلا فيكي وأخيرا، يعني شايفة بالضبط الوقت متشرفينا. وأخيرا تفضلي حبيبتي. تسلمي، أهلا وسهلا، تفضلي، اهلا فيكي، زمان ومدة ما شفناكي. شفتي من زمان، كيفكم؟ شو الحمد لله بخير، تمام، ماشي حالنا، كويسين الحمد لله. كيف رمضان معك هالسنة؟ الحمد لله ان شاء الله تمام على خير يا رب. اول يوم طبيعة الحال بيبقى شوي صعب لانه مش متعودة على الصيام، بس بعدين مش الحال بيتعود. شو طبختي له؟ شو طبخت حبيبتي؟ يعني بنحاول برمضان نرضي كل الاذواق، يعني اكلات كثير برمضان، اكلات بتكون نوعا ما متميزة. سفرة رمضان سفرة ما شاء الله، يعني كلها خير وبركة، سفرة غنية صح، وهيك لمة رمضان حلوة، قعدة رمضان للعيلة، الناس، الأولاد، يعني الحمد لله. شو طبختوا اليوم؟ بما أنك ضيفتي وأنت كتير بتحبي الأكل الفلسطيني، فأنا محضرت لك أكل كتير طيبة بتحبيها، اللي هي المفتول. يا سلام، المفتول الفلسطيني على الطريقة الفلسطينية التقليدية. أي. وأخيراً رح نقوم بتفلسطيني، فرح علمك كيف تعمليها. أوكي، علمي. بس هلا عنا شوية وقت، فينا نعود هيك ندردش. زمان ما شفتك، فما يصير وقت نقوم نحضر الأكل. أكيد تمام، بس كنت بدي أعرف أنتوا في فلسطين أول يوم رمضان شو بتطبخوا عادة؟ او مثلا هيك اكلات تحسي لازم تطبخي برمضان؟ هلا في اكلات، يعني ما في شيء محدد اول يوم بنطبخه، بس عامه في هيك شويه عادات وتقاليد حلوه كثير برمضان. مثل شو؟ لمه العيله، الافطار الجماعي، يعني من قبل بوقت بصير الناس بتعزم بعض، خاصه العيله الفاميلي، يعني اذا واحد تزوج وعنده اولاد، اولاده يعني لازم العيله كلها، تمام، العيله كلياتها بتكون على الفطور. الاكل ممكن كل حدا بيجيب معه صنف ناكل مع بعض، او ست البيت الام عاده تعزم اولادها على السفره، واكيد بترضي كل الاذواق. بس في شغلات كتير يعني مشتركه برمضان دائما بنعملها، هي الاكلات مثل عندك مفتول، الاكلات اللي باللبن مثل الشاكريه، مثل مسخن، انتم معروفين بالمسخن صح؟ تماما، المسخن عندك. هلا برمضان المسخن بنعمله بطريقه شوي مختلفه، لانه المسخن بحد ذاتها أكلة تقيلة، وجبة ما فيك تاكلي مسخن وتاكلي أكل تاني معه، يعني مع الشوربة والفتوش والأطباق التانية متميزة. قديش اختلف رمضان عن أيام زمان؟ والله اختلف كتير رمضان زمان، بصراحة زمان رمضان أحلى بكتير، فيه خير، فيه بركة، فيه محبة، فيه ألفة، فيه لمة العيلة، فيه الناس تسأل عن بعضها. رمضان زمان بيعطيك إحساس قديش الناس كانت بتحب بعضها، قديش كانت مع بعضها، يعني حتى لما بيبقى في جارك أو قريبك أو أي حدا بالحي عنده حد ميت، وأول رمضان بيدخل لهاي العيلة اللي إلها فقيد، الناس بتلاقي بتروح بتواسيهن، بتزورهن، ممكن حد يبعث لهم أكل، ممكن، عرفتي، عن جد عن جد في محبة حقيقية وفي ألفة كتير كبيرة كانت بين الناس، كانت العلاقات. وهذا كله لأنه إحنا كنا شوي قراب، أقرب من هلأ من ديننا. عن جد كل ما بعدنا عن الدين كل ما يعني كتير شغلات حلوة اختفت من حياتنا. فعادات رمضانية القديمة سواء كانت بجمعتها، بأكلاتها، بالنظام الأكل تبعك، وبالسهر والسحور تبعنا، ما في أحلى من أنك تسمع صوت المسحر عم بيطبق ببيتك. تماما، ما في أحلى من أنك تسمع صوت المسحراتي عم بيدق ببيتك، عرفتي، ما في أحلى من أنت قاعدة على الطاولة وعم تسمعي المدفع عم يضرب.
كان كنا نفطر مش على أذان الجامع، كنا نفطر على صوت المدفع. كتير بنبسط وكتير بتذكر عاداتنا القديمة بهالشغل البسيطة بكل الإمارات المدفع معتمد. تماماً يعني هلأ كتير حلو التحديث وكتير حلو إنه نتطور، بس بنفس الوقت لازم نحافظ نتمسك بعاداتنا، نتمسك وخاصة عاداتنا الحلوة اللي هي ما فيها غير كل محبة. عرفتي كيف؟ ايه، فللأسف احنا كتير خسرنا من عاداتنا القديمة، واكبنا العصر وما احتفظنا بالقديم بالعادات الحلوة اللي كانت برمضان. كيف الصحون تتوزع تمام، كيف الصحون كانت تتوزع، بتعملي الأكل سكبي هون سكبي هون تماما. يعني شوي انت بتكوني طبخة صنف تلاقي صار عندك سفران من حبايبك من جيرانك من هذا، هدول القصص كتير حلوين. يعني انه بس هلا هون مثلا انت ما في حواليك جيران عرب وجنسيات مختلفة؟ بلا عندي، هلا انا طبخت بلا انا وصاحباتي وجاراتي برمضان، يعني ايه برمضان. حتى انا كانت حماتي الله يرحمها لما ترمضان عندنا تقول لي يا طنط ما بشوف الا صحن رايح وصحن جاي، يعني مثل ايام الشام. طيب. ايه لا احنا نوعا ما عندي هالشغل. يعني عندك بعدين من ضمن العادات اللي هي تحضير للعيد، تحضير طبعا قبل فترة لازم نشتري لبس العيد للأولاد، لازم تحضري تعملي حلويات العيد. زمان كان ما كان في أفران، بكل بيت في فرن، كان بكل حارة في فرن كتير كبير نحضر المعمول. يعني أنا بحكي لك أيام ستة بوعاني كتير أمي يحضروا المعمول بالبيت ويروحوا على الأفران، يروح على الفرن يخبزوا. تلاقي صواني كبيرة طالعة كلها تراحة على فرن بالحارة، يبقى في كم من فرن بالحارة كبار اللي هني كانوا بيعملوا الخبز ويوز تماما. تروح فبتلاقي بجد قبل العيد بيومين تلاقي ريحة الحي كلياته، كعك الكعك واليانسون، بهارات المعمول، كل الحارة كانت تكون هيدا. ايه فعادات كتير حلوة. هلأ انا بعمل معمول بالبيت، بحب اني ما اشتري من برا لانه بحب حس هيك، بحب اولادي اعطيهم انطباع انه بالعيد عنا اشي مميز وهذا حلو البيت ومعمول البيت. حتى اللبس لما بيشترينه هذا لبس العيد، ما له علاقة باللبس العادي، لازم تحفظ انه هذا لبس العيد. انا بالعيد لازم اشتري لاولادي مثلا لبس للعيد، ايوه هذا لبس العيد، فخلص له اسم معين. غير يعني تعرف هلا زمان كان اللبس كان مواسم، صح بالمناسبات. هلا ما في مواسم، كل وقت تروح على المول تلاقي شيء بيعجبك بتشتري. ولكن انا كثير بحط بالاولاد انه هذا لبس العيد، بدنا نلبس لبس العيد، هذا مشوار العيد، هذا غدا العيد، هذا لانه لازم هالعادات الحلوه يتعلموها ويعلموها لاولادها. اذا احنا ما اشتغلنا عليها مع الوقت او ما بتخطر لهم اصلا، خاصه يعني. احنا هلا متجهين بعصر سرعه، عصر التكنولوجيا واللي هي أسوأ ما يكون، يعني سلبياته أكثر من إيجابياته، يعني وإنعكاساته على مجتمعنا وعلى أولادنا، هذا كله بأثر. بلس إنه أكيد فيه له إيجابيات كتير كبيرة، يعني صح عرفتي. رمضان حلو كتير بجمعته، بس لما بتكوني مغتربة بنصير نحن هالأصحاب نجمع بعض، كل مرة بتكوني العزيمة عند حدا عملت لي أكل بودي لصاحبتي وهيك بيكون. هو أحلى شيء برمضان اللمة الصراحة، تماماً، سواء بالبيوت أو حتى برا بالخيام والمطاعم، حتى بأكلاته المتميزة، لأنه في كتير عنا أكلات متميزة، حلويات متميزة، حتى المشروبات متميزة. يعني الشيء الحلو بعد هدول القصص الحلوين بعدنا عم دايماً بنعملهم برمضان. طب أنا كتير عندي فضول أعرف إيه؟ طريقة تحضير المفتول. يلا، وهلا أساساً إحنا ما ضل عنا وقت كتير. أيه. لازم نلحق نعمل الأكل، لحق قبل استوعب كل الخطوات ونكمل دردشة المطبخ. يلا. يلا اوكي، اهلا هلا. اهلا وسهلا فيكي نوار، شرفتينا حبيبتي. تسلمي لي. حتعلميني طريقه المفتول؟ انا اليوم بما انك ضيفتي حابه ادللك واعمل لك اكله انت بتحبيها. بعرف انك أيوة. بتحبي المفتول. بدي اعمل لك مفتول، اكله فلسطينيه من التراث القديم. المفتول هلا هي اسمها مفتول ليش؟ لانه هذا هو مفتول، هذا تمام. عبارة عن برغل أوكي. خشن وطحين، شوية طحين ومي، بضلوا بيفتلوا فيه بطريقة الإيدين مختلفة، بتكون هاي بتفتل هيك وهاي بتفتل هيك.
هلا اكلي كثير طيبه بس ما كل يوم بتنطبخ تماما، بتاخذ جهد بتاخذ وقت، عشان هيك ما كل يوم بتنطبخ. بتنطبخ بس على العزايم والمناسبات. تماما، دائما بتلاقيها بالعزايم، مثلا العزايم الرمضانيه موجوده على كل سفره، حتى سواء كان بالبيت او كان بالمطبخ الاكله دائما متوفره. هلا شوفي المفتول احيانا يعني مفتول اكله متعارف عليها بكثير بلاد، ولكن شوي في فرق بالطريقه الطبخ تبع المفتول بطريقتها بس، وبالاسم في شويه فرق. يعني احنا بنقول له مفتول، غيركم بيقول له مغربيه، بلبنان بيقولوا له مغربيه، بالمغرب العربي بيقولوا له كسكسي. اها، فالطرق مختلفه. اليوم انا حابه فرجيكي وعلمك طريقتنا اللي انت بتحبيها اللي هو المفتول الفلسطيني. يلا تمام، خلينا نبدا. مكوناتنا للمفتول الفلسطيني مثل ما قلت لك، انا عندي المفتول. المفتول هو عبارة عن برغل وطحين وشوي صغيرة مي. عندي حمص، أنا سلقت الحمص عشان يكون بياخد وقت يكون جاهز. سلقت الحمص تمام، بس طبعاً ما حطيت معه ولا كربوني ولا شيء، سلقته بس على نار خفيفة. تمام. عندي دجاج غسلته شلت الجلد منه ليكون شوي خفيف الأكل، لأنه أوريدي تعرفي هاي الأكلة شوي تقيلة، مشان هيك أكثر إشي بتنطبخ بالعزايم وبالشتاء. هلا في ناس بيعملوا مفتول على لحمه، في ناس بيعملوا مفتول على دجاج، فانا الدجاج شلت الدجاج اخاف وبعدين بتشيل الجلد عنه بتخفف من الدسم تبعه. تمام. نظفته بهرته. هلا اهم شيء بالمفتول عندي طبعا هلا الزيت زيتون، بدي احط على المفتول وافركه. هلا بنعمله بس نكمل مقاديرنا. البصل هلا شوفي، البصل كثير ضروري يكون حبات صغيره كوازات، احنا بنقول له كوازات. أيه. اللي هو الحجم الصغير. أيوة. وبدون ما تقطعيه. لا بدون ما نقطع. هلا اذا بحال مش متوفر عندي الحجم فيني اجيب اكبر وقصها بالنص. بس احنا بنحبها تكون اصولها تمام، شكلها احلى. وهي هيك حتى قد ما استوت بتضل ماسكه شويه. أيه. للشقف بتدوب بالمي. هلا فيها بهارات. عندي اول شيء ملح. عندي بهارات مشكله، عندي هذا الصحن، عندي هون قرفه ضروري، والكمون وجوز الطيب. هلا طبعا. عندي البهارات الخشنه، هي عباره عن هيل وقرنفل. اوكي طبعا. وعندي ورق الغار وقرفه عيدان. اوكي هلا اول شيء انا شو بدي اعمل، بدي احط شويه زيت، زيت زيتون تمام على المفتول. هي طريقه التحضير نفسها هي الخطوه الاولى، كيف يعني؟ سواء بالمغربية أو بغير بلدان. لا هلأ بلبنان، بلبنان المفتول تبعهم حبته كبير ومعمول من عجينة، عجينة مقطعة. تمام. أوكي؟ هذا طريقته شوي مختلفة. أوكي؟ هذا مثل ما قلت لك برغل وطحين. أي. بيغلب. هلأ احنا بنشتري الحقيقه احيانا جاهز. جاهز اذا في وقت بنفتل. أيه. بس هذا الفتل كان ايام ستة. أيه. يعني هلا جيل اليوم ما حدا بيفتل، في ناس بتفتل بس قليل، بنشتري جاهز بس بنشتري. أيه. مفتول. هلا شوفي المفتول التركي بتركيا بيعملوا مفتول. بيجي مثل هيك بس بيتفلفل بالرز مثل. أيوة. الرز. يعني بتحطيه مع شويه زبده بتقلبيه وبتغمريه بالمي وبتتركيه بيتفلفل. اوكي عرفتي؟ وبينطبخ. يعني ما بيتقدم جنب الرز، لا بينطبخ مع الرز. بينطبخ طريقه طبخه. هلا انا شوف كيف بدي اطبخ طريقه مختلفه شوي. هذاك بتطبخيه مثل الرز، هذا المفتول تبعنا بدي اطبخه على البخار. اوكي يا سلام، نكهه مختلفه تماما. هذا انا بدي اطبخه على البخار. على بخار الاكل تمام. اوكي اوكي هلا هون بدي اخذ انا شويه زيت زيتون. شوفي لاحظي احنا اليوم اكلنا يعني صحيح انها خفيف اكله ثقيله، بس عم نحاول نكون شوي نوعا ما صحي، شلنا الجلد. عم استخدم كثير انا زيت الزيتون بالاكل. طب انت عاده شو الاطباق؟ هلا انا بدي اقلب الدجاج، بدي اقلب الدجاج. اوكي اوكي طبعا. شوي قبل ما احط المي عليه انا بدي اقلبه للدجاج. اوكي بس انت شو الاطباق اللي بتعمليها عاده برمضان على الفطور؟ هلا شوفي برمضان بنحاول نعمل اطباق خفيفه وبنفس الوقت اطباق تكون يعني على السفرة، أطباق تقيلة بحبوها أهل البيت وخفيفة. وكثير بنعمل أكلات تقليدية، أكلات قديمة، فالأطباق اللي بنعملها عادة برمضان بنعمل أحيانا مقلوبة، بنعمل ورق عنب. هلا أنا بدي أقلب الدجاج. أوكي بدي آخذ شوية صغيرة لون، ما ضروري أقليب، كمية كثير قليلة. إذا بتحبي إقدر ساعدك على الشيء خبريني حبيبتي. تسلمي لي. لا ما بدي اعزك، بدي اعلمك انا. اوكي شكرا كثير لك.
اوكي تمام. هلا انا قلبت الفاز، اعطيته شويه لون. ايه؟ بدي بلش نزل كل المقادير. هي فكرته ان تحطي كل المقادير مع بعضها، تطبخ مع بعضها. ايوه تماما، تطبخ مع بعض. هلا انا بدي احط البصل. اوكي حط الحمص. ريحة الجاز لما بتقليه بيعمل ريحة كثير حلوة، قال انه بتحطيه كله مع بعض وبتقليه. صح. هلا بدي احط كل المطيبات مع بعض، هلا احنا حكينا عنها. رجع قلبهم. هذا المفتول شايفه؟ ايه. هذا ليش بدي احطه؟ انا بحطه بصينيه ستانلس، وهذا مصفاي، هذا مش صينيه. اوكي. هذا مصفاي، لانه انا بدي كل البخار تبع الاكل. اها. شايفه؟ انا بدي احط، ما بدي اعلي مي كثير لحتى ما ينسلقوا هدول ويخبص على بعضه. انا بدي احطه هذا هون، اوكي، وبدي غطي عليه. اوكي، بيتشرب بخار الاكل. شايفه الفكره هون؟ انه هاد ما بسلقه انا ولا بفلفله، هاد بينطبخ على البخار. يعني انا كل النكهه تبع البهارات والدجاج والبصل وهذا كلها بتوصل عندي على المفتول، بينطبخ بهالطريقه هذه. اوكي حلوة. فانا كل شوي، بس انا لازم كل شوي يعني افتح وقلبهم. قلبهم لحتى اضمن انه ما يلزق. هو ما حيلزق لانه انا حطيت له زيت الزيتون. رح اعمل لك اكله اسمها زنود الست. زنود سامع فيها؟ أيوة. بس ولا مره ابدا. اكله زنود الست اكله فلسطينية، كمان بالشام بيعملوها. أيوة. بلبنان بيعملوها، بالأردن بيعملوها. أيوة. بس إحنا اليوم عم بدي أركز معاكي على الطريقة الفلسطينية، تماماً التقليدية. تمام. الفلسطينية. أوكي. أوكي. هلأ زنود الست أكلة كتير طيبة، سريعة التحضير، وخليك تساعديني فيها هلأ. أوكي. اشتغل أنا وياكي. جاهزة. بس بالأول نعمل، أنا بعمل العجين وأنت بقولي كيف تشكلي لي. بس خبريني المكونات. أي أكيد. هلا شوفي زنود الست احنا رح نستعمل عندي سميد ناعم. تمام. وسميد خشن. انا المقادير حطيتهم، انا عملت عيار ما كتير كبير. تمام. عندي ينسون. اوكي، ينسون حب. عندي تقريبا نص كاسة سكر، ما رح نكتر سكر لانه انا بدالين غطسة بالقطر. هلا عندي تقريبا نص معلقة خميرة كمان. تمام. ثلاث ارباع الكاسة زيت، وعندي بهارات الكعك بودرة كمان. تمام. وطبعا القطر، القطر لازم اكون محضرته قبل بوقت ويكون بارد. وبده يكون شوي سميك. تمام. اوكي. هلا بتضلك تعجنيهم؟ هلا بدي يعني ابسهم كثير منيح حتى. أوكي. كل الزيت يفوت على قلبهم كثير منيح، وبعدين احط المي. خلط كل المكونات مع بعضها. تمام. بدي اجيب شويه مي. بتضيفي؟ لا بضيف لك. اوكي. اوكي. تمام. طيب. هلا شوفي انت ما تنأذي انه تحسيها رخوه، هلا بس تنشف بترجع بتمسك معنا. بنضلنا نقلب فيها. انا كنت رح اسالك عن هيك. ايه لا. انت ممكن تتماسك. ايه هلا بضل اقلب فيها عشان الطحين بده يشربها، بس يتشربها الطحين بتمسك مع العجينه. اوكي تمام. تمام. هلا انا بدي اتركها شوي صغيره العجينه. اوكي. 10 دقائق ريحها، وبنفس الوقت بتكون مسكت عندي. بس هلا خلص هذه هي، هذا هو العجين تبعي. طيب. تقريبا. اوكي. مو لازم نحرك المفتول؟ فيك تحركي انت حبيبتي. يعني تقريبا هلا العجينه صارت عندي جاهزه، بدي لازم ريحها شوي العجينه. تمام. اوكي. هلا بعد اذنك بس تعطيني. هلا اجى دورك، بدك تساعديني هلا. انا جاهزه، قلت لك من الاول جاهزه ساعدك. رح تساعديني يلا. هلا هذه يمكن تستغربي شو لها دور. ايه. هلا بفرجيك شو دورها. اشكال. تماما. تمام. باخذ قطعه عجين.
رح ساعدك بالعجين مشان اغسل ايدي. يلا انا جاهزه. عينك يا نوار. يلا شوفي هلا بناخذ قطعه اوكي، بنحاول نمدها بشكل اسطواني. اوكي تمام، وبنقطعها، بدي نحاول تكون قطعنا قد بعضها. تمام، مش كثير كبيره. هلا باخذ اي شكل معين بدي اياه. اوكي انا جبت هذه المسحه، هعمل وحده عشان تشوفي كيف فيكي تاخذي هذا الشكل، فيكي تاخذي هذا الشكل اي او مسحاي بلاستيك اي شيء، اي شكل المهم بيعطيني ديزاين، بيعطيني ديزاين اللي بدي اياه. انا شوفي هدول اصابعك، بدي احرجها انا هيك. اوكي اوكي عرفتي. تمام، بتعطيني هذا الشكل. تمام اوكي. يلا اعملي لي اياهم بين ما انا اكون حميت الزيت. اوكي ان شاء الله ما اكون كثير فاشله، هذا بس احنا نخلص مباشر، بدي انا اسقطه بالقطر. انت ما بتحبي تعملي، ما بتحبي تطبخي؟ بحب اكل. الكل بحب ياكل، يعني ما هوايتك المطبخ؟ شوفي انا من زمان ما كان هوايتي المطبخ ابدا ابدا. انت لما تزوجتي بلشتي تطبخي؟ بس تزوجت قلبت يعني ستبت. ابدا يعني انا كان مبدا ايش رايته ولا تربايته، بتعرفي يعني شو يعني ايش من السوق ما اشتغل، بس هلا لا مستحيل. لا يمكن، لا يمكن، هلا ما بعمل هيك. انا لو بموت ملل لا يمكن اشتغل من السوق انا ابدا. كله بتعملي بالبيت؟ كله بحضره ببيتي. يلا منيح يعني في امل. الزيت لحتى اي لا طبعا صدقيني انا كل شيء بحب اعمله بالبيت، المقدوس بعمله بالبيت، الزعتر، لبنه، كل الاشياء هذا شغلي. مثلا المقدوس كله بالبيت، الزيتون بعمله بالبيت، اللبنه هذه بعمل لبنه بلديه بعمل بالبيت، بحاول قدر الامكان ما اشتري شيء من برا لانه بالبيت كواليتي بتحكي على نوعيه، مش تماما مش تجاري تماما. تقريبا احنا قربنا نخلص طبختنا، هذا المفتول يعني صار شبه جاهز، بس بدي افتح هلا وشوف الطبخه من جوا كيف صارت. بدي اشيل هذا. يا سلام، تعشمي تعشمي، شوفي هالريحه، تعالي شايفي شايفي البصل، انا هيك لازم يضل عندي البصل. هيدا بده يضل هيك. عرفتي كيف؟ متماسك وكل كرة لحالها. تمام، اي متماسك. تقريبا الحمص عند استوى، حتى الدجاج شايفه بلش، طالما انه فسخ يعني بلش يستوي. اي يعني لو مش صايمه كنت هلا دقت منها، بس انا متاكده ريحتها بتقول ممتازه يعني. بدي اتركها بس شوي صغيره. هلا شوفي احيانا اذا حسيت المي قلت فينا نغلي شوي، نغلي مي ونضيف عليها. اوكي. فيك تحطي لي هدول بالقطر. تمام اوكي. هلا انا بعرف انك انت بتتموني لرمضان مو مرتبه، فخبريني السنه كيف كانت. يعني الموضوع مش موني بمعنى موني، بعمل تحضيرات بتجهزي. عشان تعرفي برمضان بيبقى الواحد ايامات تما ياخذ وقت، بكون في شغلات ثانيه بدك تعمليها. بصراحه شهر عباده يعني مش بس شهر اخير. صح صح. فاحنا بنعمل تحضير مسبق لحتى ما نتلهى كل وقتنا قاعدين بالاكل وبالعزايم وعم نطبخ هالاشياء، فبنعمل شويه تحضيرات. اي طبعا انا حضرت لقلك، عملت كبه. تمام، كباب صغيره عملتها. أه. فطاير، سبانخ. تمام. يعني الشيش برك والكبه لحتى وقت تكون عندك عزيمه ليكي، الكبه بلبن والشيش برك على كل سفره، كل سفره موجوده هالاكله. فانت لما تكون في تحضير مسبق، بس انه بتغلي اللبن تماما بتصير اسهل بكثير. فهدول احنا بنحضرهم قبل الوقت لما نضيع وقتنا واحنا بالمطبخ وبالاكل وشوب وصيام، ويعني في شغلات كثير ثانيه اصعب عليك. هي احنا هيك خلصنا، حطي لي اياهم بالقطر. لازم نخلص. شوفي نحن مبدئيا خلصنا. شكرا كثير لك على عزبتك معي اليوم. اهلا وسهلا فيك حبيبتي، وانبسطت كثير بزيارتك، وانبسطت اكثر اني قدرت اعلمك شغله من التراث الفلسطيني. طريقه التحضير الاصلي مفتول على اصوله تماما، هي طريقه ستي. واو. ستي واجدادنا. اصول الاصول يعني. تماما اصول الاصول. ويعني انبسطت بزيارتك، اهلا وسهلا. ان شاء الله تكوني استفدتي اكيد، وتطبقيها باسرع وقت مش طنشي ان شاء الله. خلص اوكي. يا رمضان كريم يا رب، وينعاد عليك. اهلا وسهلا حبيبتي، وكل عام وانت بخير، وكل عام والام الاسلاميه بالف خير، وربنا يعيده علينا بالصحه والعافيه
ويبلغنا هالشهر الفضيل واحنا باحسن حال بعد الصحه كتير. ما في شيء ابدا بهالحياه الحمد لله دائما وابدا. مثل ما شفتم مشاهدينا تعرفنا مع مدام نجاح على طريقه تحضير السفره الفلسطينيه على اصولها من خلال تحضير المفتول الفلسطيني بالاضافه لطبق الحلوز نود الست. ان شاء الله تكون سفرتنا اليوم عجبتكم، بتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا، وبشوفكم بكره اكيد بحلقه جديده وطبخه جديده.